الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التطوير الشامل لمنظومة الطاقة بالدولة ويستعرض عددا من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية. عشية مشاركة في قمة أفريقيا للمناخ بنيروبي، مدبولي يلتقي الرئيس الكيني ويبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. غدا استئناف جلسات الحوار الوطني في أسبوع السادس، وقضايا المحور الاقتصادي هي محور المناقشات. 9 مساء في القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على أن يتكمل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع للسيد الرئيس مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وفي اجتماع آخر مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الجهاز، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزاً للدراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة. وقد وجه السيد الرئيس بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لعام 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم. We'll be right back.
استقبل الرئيس الكيني ويليام روتو رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا غدا. وخلال اللقاء أشاد مدبولي بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، مؤكدا أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة اللجنة المشتركة والتي سوف تستضيفها نيروبي، مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال في البلدين على هامش أعمال القمة. كما أثنى رئيس الوزراء على ما شاهده من تطور حضري وعمراني في مدينة نيروبي، موجها التهنئة لقيادة وشعب كينيا على هذه الطفرة اللافتة. من جانبه أعرب الرئيس روتو عن اعتزازه بعلاقات الود والأخوة التي تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على اهتمامه بالتشاور المنتظم معه حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مبعوث الرئيس السريلانكي والوفد المرافق له، وتناول اللقاء تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السريلانكية في مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السريلانكية وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج. وفي هذا الصدد رحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السريلانكية في مصر، مشيرا إلى الحوافز المتعددة التي تم إقرارها مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. كما تناول لقاء مقترحات التعاون بين مصر وسريلانكا في مجال العمل المناخي وسبل تعزيز الجهود الدولية في هذا الصدد في ضوء تشابه التحديات التي تواجه البلدين. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية نيروبي، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول مكونات المستشفى الذي يضم طاقما طبيا محترفا يقدم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى في التخصصات المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى أن المستشفى يصنف عند المستوى السادس وهو التصنيف الأعلى في كينيا للمؤسسات الطبية. وقدم المستشفى من خلال مركز الأمل للعلاج والرعاية الصحية لما يزيد على 56 ألف مريض بفيروس نقص المناعة الإيدز بالمجان. هذا ويشارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ والتي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومين. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء ثلاث كلمات خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تتناول مختلف جوانب العمل المناخي في ضوء رئاسة مصر الحالية لقمة المناخ كوب 27. وتعقد القمة تحت عنوان تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لإفريقيا والعالم بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الدولية. تستضيف العاصمة الكينية نيروبي قمة المناخ في أفريقيا التي تستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة. تهدف القمة إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الصعيد العالمي خاصة في أفريقيا. كرة أرضية واحدة تجمعنا، رسالة تبعث بها القارة الأفريقية التي باتت تؤمن أنها وإن كانت الضحية الأولى لتغير المناخ إلا أنه من الضروري أن تكون لاعبا أساسيا وحاسما في حل أزمة المناخ العالمية. من هذا المنطلق تأتي قمة المناخ في نيروبي كينيا التي تنطلق في الرابع من سبتمبر لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ولا سيما قبل كوب 28 الذي يعقد في نوفمبر المقبل في الإمارات. ولأنه وعلى الرغم من مساهمة أفريقيا الضئيلة في انبعاثات غازات الدفيئة بنسب لا تتجاوز 2-3% من الانبعاثات العالمية، تظل القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ التي ألقت بظلالها على اقتصاداتها واستثماراتها وأنظمة المياه والغذاء والصحة العامة والزراعة.
وتعد قمة نيروبي فرصة سانحة لرسم ملامح التمويل المناخي وبحث سبل تحويل القارة الأفريقية إلى مكان للتصنيع بدلا من الاستخراج ولتجاوز المنافسات بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا. يشارك في القمة 20 رئيس دولة وحكومة أفريقية والشخصيات المعنية بالعمل المناخي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن المتوقع أن تبرم من خلالها صفقات بمئات الملايين من الدولارات. وتوفر قمة المناخ في أفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها. يستكمل الحوار الوطني غدا مناقشة الملفات الاقتصادية في الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي، وذلك في الأسبوع السادس من جلسات الحوار. تناقش جلسات الغد عددا من الملفات المهمة قبل إرسال مقترحاتها إلى الجلسات التخصصية لصياغتها، وتتضمن مناقشة ملف مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن. هذا ومن المقرر أن يختتم الحوار الوطني جلسات الأسبوع السادس بمناقشة ملفات المحور المجتمعي الخميس القادم. نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية بمناسبة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في خطة الدولة تجاه تنمية سيناء. كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا إن إحنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية. أنا بس حبينا إن إحنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، إن إحنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وهنحافظ عليها، ومحدش هيقدر ياخدها مننا. في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن، نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 2022،
بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب. نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكافة مناحي الحياة وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكافة المواطنين. أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء، فيما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض خلالها التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص، مما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير. كما ألقى اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة السياسية لدعم كافة مقاومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى تقديره لتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحي الحياة. كما وجه التحية لأبناء سيناء وكافة محافظات القناة لدورهم الوطني تجاه وطنهم الحبيب، معربا عن سعادته بتلك اللحظة التي تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء. أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق القرال احتفالا بتلك المناسبة. طبعا بنشكر القيادة السياسية والرئيس المسلف الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي النهضة في مصر، وانا بقول مش راعي النهضة بس، ده راعي الامن والامان في مصر الحبيب، ان النهارده بيدينا عقود مؤمنة لينا ولعيالنا وللمستقبل الباهر ان شاء الله لبلدنا الحبيب مصر. بشكر كل القيادة السياسية وبشكر كل الناس اللي ساعدونا، وبشكر الجيش اللي جابنا هنا وسلمنا العهد ده، يعني بناء على ان دي ثمرة كبيرة جناها وهي خدناها النهارده. احنا كل الشكر والتقدير باسم اهالي شمال سيناء، بنشكر السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية على المجهودات والتنمية اللي حصلت في شمال سيناء، ودي يمكن هتنفع اولادنا واولاد اولادنا، واحنا من كل قلوبنا بندعي للسيد رئيس الجمهورية ان ربنا يوفقه. يا شعب مصر في عقود وحفظ ملكية، ما حدش هيقول لك لا دي مش أرضك، لا أنت تطلع منها، دي أنسى، إحنا الناس كلنا واحد، وإحنا دي أرض اسمها أرض دم الشهداء، أرض دم الشهداء من أيام الفراعنة بوابة مصر الشرقية، ونقول في عقود وفي حفظ ملكية لأهالي مصر كلهم. ودي بداية التنمية، طالما في أرض وأنت ملكتني واسمها الأمان، ما أمان دي الأمان، فوجد الأمن وللتنمية. النهاردة بنقول شكرا يا رئيس، لأن احنا صبرنا حرب على الإرهاب وبعدين معاناة مع الإرهاب وسنين عجاف، صبرنا كل ده لأن احنا هويتنا مصرية وانتمائنا مصري، احنا نباتات طبيعية نبتت في أرض شمال سيناء. شكرا يا رئيس لأن صبرنا ما راحش سدى، شكرا يا رئيس عشان لو العالم كله النهاردة هيجيس الفرحة اللي في قلبي، مش هيبقى العالم كله بكل الفرح اللي فيه يساوي الفرحة اللي في قلبي النهاردة. أنا فخورة إن رئيسي عبد الفتاح السيسي.
أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مباحثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت، وذلك خلال زيارته لمدينة جوبا. تناولت المباحثات القضايا محل الاهتمام المشترك وتطورات الأزمة في السودان والجهود التي تبذلها دول الإقليم خاصة جنوب السودان لحل الأزمة في بلاده، كما تناولت المباحثات مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. قالت المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين انها تتوقع وصول اكثر من 1,800,000 شخص من السودان الى 5 دول مجاوره بحلول نهايه العام الجاري. وطلبت المفوضيه بجمع مليار دولار لمساعده الفارين في ظل تقارير عن ارتفاع معدلات الاصابه بالمرض والوفيات. علقت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا إيكاس عضوية الجابون في المجموعة ردا على استيلاء مجموعة عسكرية على السلطة. هذا وقد أدى قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في الجابون بريس أوليجي اليمين الدستورية رئيسا لمرحلة انتقالية لم تحدد مدتها بعد، وذلك أمام قضاة المحكمة الدستورية. وتعهد أنجيما بأن يحافظ على النظام الجمهوري وأن يصون مكتسبات الديمقراطية، مطالبا مواطنيه بانتهاز ما وصفه بالفرصة الحالية لتبني دستور جديد من خلال تنظيم استفتاء شعبي، داعيا إلى سن قوانين جنائية وانتخابية جديدة. كان قائد المجموعة العسكرية قد تعهد بعد أيام من الاستيلاء على السلطة في الجابون بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية وتنظيم لانتخابات حرة، كما أكد أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته. تحتل الجابون أهمية استراتيجية في خريطة أفريقيا الاقتصادية، فهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وتعد خامس منتج للنفط في القارة وثالث منتج في العالم لمعدن المنغنيز. للحديث عن أهمية الجابون من حيث موقعها وأهميتها الاقتصادية وأسباب الاستيلاء على السلطة في عملاق النفط الأفريقي، تطلعنا عليه في عرض معلوماتي زميلة ليلى عمر. أهلا بكم. يعتبر الاستيلاء على السلطة في الجابون هو الثامن في القارة الإفريقية خلال 3 سنوات. ماذا حدث في هذه الدولة الإفريقية وما أسباب ذلك، وما هي أهمية الجابون اقتصاديا؟ الجابون هي دولة تقع في غرب وسط أفريقيا، ويمر فيها خط الاستواء، ويحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية من الشمال الغربي والكاميرون من الشمال وجمهورية الكونغو من الشرق والجنوب، كما يحدها المحيط الأطلنطي من الغرب. تبلغ مساحة الجابون نحو 270,000 كيلومتر مربع. عاصمتها وأكبر مدنها هي ليبريفيل، وتتميز الجابون بكثافتها السكانية المنخفضة، إذ يقطنها ما يقرب من 2,400,000 نسمة. وقوعها على خط الاستواء جعلها ذات مناخ استوائي ونظام واسع من الغابات المطيرة التي تغطي 88% من البلاد. للجابون أهمية استراتيجية في خريطة أفريقيا الاقتصادية، فهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وتعد خامس منتج للنفط في القارة وثالث منتج في العالم لمعدن المنغنيز، إلى جانب امتلاكها ثروات معدنية أخرى مثل الألماس واليورانيوم والذهب، كما أنها تمتلك 26 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بنهاية العام الماضي. سياسيا، استقلت الجابون عن فرنسا في عام 1960، وتعاقب على حكمها منذ ذلك الحين 3 رؤساء فقط، هم ليونيمبا وعمر بونغو ونجله علي بونغو. انتخب ليونيمبا كأول رئيس للجابون في عام 1961 وحتى عام 1967 ليتولى عمر بونغو رئاسة الجابون في العام نفسه. وسيطرت عائلة بونغو على الحكم منذ أكثر من 55 عاما، إذ تولى عمر بونغو الحكم لأكثر من 41 عاما، وذلك حتى تم انتخاب ابنه علي بونغو بعد وفاته في عام 2009. أما ما حدث في هذا البلد الإفريقي فهو ثامن استيلاء لمجموعة عسكرية على السلطة في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020،
والتالي للتطورات في النيجر التي وقعت في يوليو الماضي، حيث أعلن ضباط يمثلون القوات المسلحة عبر التلفزيون الوطني في فجر 30 أغسطس إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق حدود البلاد وحل مؤسسات الدولة بعد تصويت شابه التوتر بلا رقابة دولية. وكان من شأنه تمديد حكم عائلة بونغو المستمر منذ أكثر من نصف قرن. في غضون ساعات اجتمع الجنرالات في الجابون واتفقوا بالإجماع على اختيار بريسنجيما الرئيس السابق للحرس الرئاسي لقيادة الفترة الانتقالية، كما أعلنوا في بيان لاحق احتجاز الرئيس علي بونغو ووضعه تحت الإقامة الجبرية واعتقال نور الدين بونغو نجل الرئيس وآخرين، وذلك بتهمة الفساد والخيانة. إذن عملاق النفط الإفريقي دخل دائرة عدم الاستقرار التي أصابت 7 دول إفريقية قبله في خلال 3 سنوات، وفقط هي الأيام المقبلة الوحيدة التي ستجيب لنا عن مآل تلك الدولة وما إذا كانت ستتمكن من الخروج من تلك الدائرة أو ستظل تدور في فلكها. ومن الجابون إلى النيجر، حيث أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة عن إعادة فتح المجال الجوي للبلاد والمغلق منذ 6 أغسطس الماضي. وأوضحت وكالة أنباء النيجر الرسمية نقلا عن المتحدث باسم وزارة النقل أن المجال الجوي للنيجر مفتوح أمام كل الرحلات الوطنية والدولية، مضيفة أنه تم كذلك استئناف خدمات النقل البرية. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها المزيد من الأخبار. بوتين يؤكد أن روسيا لم ترفض أي وساطات لحل الأزمة مع أوكرانيا، ويتهم كييف باستخدام الموانئ لشن هجمات على بلاده. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في سوتشي ان روسيا ستكون مستعده للعوده الى اتفاق حبوب البحر الاسود بمجرد تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقه به. وانتقد بوتين الغرب بسبب هذا الاتفاق الذي انسحبت منه روسيا في يوليو الماضي، مشيرا الى ان موسكو اضطرت للانسحاب من اتفاق الحبوب وستكون مستعدة للعودة، مضيفا أن روسيا بصدد إبرام اتفاق لتزويد أفريقيا بالغذاء مجانا وأن الإمدادات ستبدأ في غضون 2 أو 3 أسابيع. وأكثر من مرة كنا قد أكدنا على أنهم اضطرون لنتخذ مثل هذا القرار لأن الدول الغربية كانت قد منعت تنفيذ الجزء من هذه الصفقة المخصصة لدور المنتجين الزراعيين الروس إلى الأسواق العالمية، وهذا يعني أنهم يمنعون تصدير المنتجات الزراعية الروسية ويمنعون توريد قطع الغيار والمعدات للزراعة، وأيضا يمنعون الاستفادة من الخدمات البنكية. وأيضا كانت روسيا قد أمنت ممر للسفن، ولكن استخدمت هذه الممرات للأعمال الإرهابية ضد المراكز والمواقع المدنية في روسيا. ومن الواضح فإن وقف إنجاز هذه الصفقة لم يؤثر على الأسواق العالمية، وأؤكد هنا بأن مهما تحدث عن هذا الموضوع فإن أسعار الحبوب تتراجع وليس هناك تراجع في توريد المنتجات الزراعية، لكن هناك مسألة متعلقة بتوزيعها. إلى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا ترفض الوساطات لحل الأزمة مع أوكرانيا، كما لم ترفض مطلقا محادثات بشأن الأزمة. وقال بوتين أن الجانب الأوكراني يستخدم الموانئ لشن هجمات على أهداف روسيا، ومشيرا إلى أن الممرات والموانئ يجب ألا تستخدم لأغراض عسكرية.
نحن دائما كنا اتفقنا على أن هذه الممرات التي تستخدم لهذه الصفقة ألا تستخدم لأهداف عسكرية، ولكن للأسف تم استخدامها لهذه الأهداف ونحن رأينا هذا الأمر. وأيضا كما يحاولون أن يهاجموا الأنابيب الغاز التركية والنفطية، نحن نحمي هذه الأنابيب ولكن دائما يوجهون ضربات إليها. في الأثناء قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه يجري اتصالات مكثفة مع شركاء في جميع أنحاء العالم لاستعادة مبادرة حبوب البحر الأسود. وأوضح زيلنسكي أن 4 سفن عبرت بالفعل الممر البحري البديل من مواني أوكرانيا البحرية الجنوبية، مشيرا إلى أن كييف تعمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم لاستعادة التشغيل الطبيعي لممر الحبوب وفقا لمبادرة حبوب البحر الأسود. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت أوكرانيا أن روسيا استهدفت منطقة أوديسا في جنوب البلاد بهجمات طالت على وجه الخصوص محيط مدينة إسماعيل علي على نهر الدانوب. وأفاد الحاكم المحلي لمنطقة أوديسا بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت في إسقاط 17 مسيرة. أوضح المسؤول الأوكراني أن الضربات الروسية أدت لتضرر مستودعات ومباني إنتاج وآليات زراعية وتجهيزات شركات صناعية في عدة بلدات في محيط مدينة إسماعيل جنوب غرب أوديسا قرب الحدود مع رومانيا. أعلنت أوكرانيا أن قواتها استعادت مزيدا من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوبا في هجومها المضاد على القوات الروسية. وقالت هانا مليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي نحو 3 كيلومترات من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال، مضيفة أن القوات تحقق نجاحا في اتجاه قريتين في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، لكنها لم تذكر أي تفاصيل. في المقابل، أعلنت روسيا تدمير 4 زوارق سريعة على متنها جنود أوكرانيون في البحر الأسود. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت في الجزء الشمالي الغربي من البحر 4 زوارق عسكرية أمريكية الصنع تحمل مجموعات إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية. أشارت الوزارة إلى أن الزوارق كانت تتجه إلى غرب شبه جزيرة القرم. أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى الهند لحضور قمة مجموعة 20 ثم إلى بنغلاديش في 9 و10 من سبتمبر. ومن المقرر أن يبحث ماكرون مع نظرائه في الهند الأزمة الأوكرانية، كما سيتابع في بنغلاديش تنفيذ الاستراتيجية الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. في خطوة من شأنها تعزيز التحالف مع شركاء فرنسا الدوليين، يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الهند لحضور قمة مجموعة 20 ثم إلى بنغلاديش يومي 9 و10 من سبتمبر بحسب الإليزيه. يناقش ماكرون في نيودلهي مع نظرائه مخاطر تقسيم العالم المرتبطة خصوصا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وستركز القمة أيضا على الاستجابات الضرورية لملفات التحديات العالمية الكبرى والسلام والاستقرار ومكافحة الفقر والحفاظ على المناخ والأمن الغذائي. كما ستتاح الفرصة أيضا لمتابعة قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد التي عقدت في باريس يونيو الماضي من أجل مكافحة الفقر وحماية الكوكب. وفي بنغلاديش سيتابع ماكرون التنفيذ الملموس للاستراتيجية الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما ستكون زيارة ماكرون لبنغلاديش فرصة لتعميق العلاقات
العلاقات الثنائية مع البلد الذي يشهد نموا اقتصاديا سريعا ويسعى إلى تنويع شراكاته. البحث عن حلفاء جدد أو تأكيد الروابط مع حلفاء قائمين يبدو الحل المتاح لدى الرئاسة الفرنسية التي تواجه صعوبات في عدد من مناطق نفوذها وبخاصة في أفريقيا، كما تواجه روابطها الأوروبية تأزما على وقع ما تواجهه القارة العجوز من صعوبات، إضافة إلى تعارض يظهر بين حين وآخر بين أجندتي واشنطن وباريس. يستعرض وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان اليوم خطة السلام التي طرحها التكتل الإقليمي بخصوص ميانمار. تعد ميانمار عضوا في آسيان بالرغم من منع حكامها العسكريين من المشاركة في اجتماعات المجموعة رفيعة المستوى منذ الإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سوكي في 2021، مما أثار معارضة عنيفة لحكامهم. وكانت آسيان قد وافقت على خطة سلام تدعو إلى وقف العنف والحوار بين جميع الأطراف، لكن لم يقدم قادة الجيش في ميانمار الكثير لدعم هذه الخطة. تعهدت الحكومة البريطانية بإنفاق كل ما يلزم من أموال وبأسرع ما يمكن لإصلاح عشرات المدارس المهددة بالانهيار والتي اضطرت إلى إغلاقها كليا أو جزئيا في اللحظة الأخيرة عشية بدء العام الدراسي الجديد. وقال وزير المالية جيرمي هانت إن الحكومة ستعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لضمان قدرة الأطفال على ارتياد المدرسة بأمان. بأسرع ما يمكن، وعدت الحكومة البريطانية بإنفاق كل ما يلزم من أموال لإصلاح عشرات المدارس المهددة بالانهيار والتي اضطرت إلى إغلاقها كليا أو جزئيا في اللحظة الأخيرة عشية بدء العام الدراسي الجديد. وتتصاعد الضغوط على السلطة التنفيذية حين تم الكشف عن هذه المشكلة التي يعتقد أنها لا تنحصر بالمدارس بل تشمل أيضا عددا من مباني المستشفيات والمحاكم المهددة بالانهيار، لأنها مبنية بخرسانة من نوعية محددة تفقد صلابتها بمرور الوقت. ومع اتهام المعارضة ونقابات المعلمين الحكومة بالاستهانة بمشكلة معروفة منذ سنوات عديدة، قال وزير المالية جيرمي هانت إن الحكومة ستنفق كل ما يلزم لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لضمان قدرة الأطفال على ارتياد المدرسة بأمان. وبالمقابل قالت وزيرة التربية والتعليم جيليان كيجان إن تأخير بدء السنة الدراسية كان آخر ما أردنا القيام به. سوف نحدد المدارس وسوف نتأكد من تقليل هذا الأمر قدر الإمكان. إنها 156 مدرسة من أصل 22,500 مدرسة لدينا، لذلك بالنسبة لمعظم الناس لن تتأثر، ولكن بالنسبة لأولئك المتأثرين الأولوية لنا هي سلامة الأطفال. وفي تعميم نشرته الأسبوع الماضي أمرت وزارة التربية والتعليم نحو 100 مؤسسة تعليمية بإخلاء المساحات أو المباني المعروفة باحتوائها على هذا النوع المحدد من الخرسانة، وهذا النوع يستخدم منذ عقود اعتبارا من خمسينات القرن الماضي لتشييد مباني عامة في المملكة المتحدة ودول أوروبية عديدة أخرى. أقيمت فعالية حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023 تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. تهدف جائزة المبدع الصغير دعم الأطفال والنشء في مجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة. احتفالية تتجدد لعامها الثالث والخاصة بالإعلان عن الفائزين بجائزة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. جائزة المبدع الصغير تهدف لدعم الأطفال والنشء في المجالات الثقافية والفنية والابتكارية المختلفة بإشراف وتنفيذ من وزارة الثقافة بكل قطاعاتها، ليستمر نجاح الجائزة للعام الثالث على التوالي. الدورة دي دورة رقم 3، فاز فيها مجموعة كبيرة من الأطفال من سن 5 لسن 8 سنوات ومن 8 ل 18 في فروع الفنون والأداب والابتكارات العلمية. هذه الدورة على وجه التحديد كانت استثنائية في يعني عدة أشياء، لعل أهمها كم الإقبال غير المسبوق من أبنائنا في كافة أقاليم ومحافظات مصر. احنا وصلنا اكثر من 10,000
طلب لمتقدم في كافة مجالات الجائزة الثلاثة بكل الفروع اللي تندرج تحتها. الجائزة خصصت للأطفال والنشأ من سن 5 حتى 18 عاما ليبدع الأطفال في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية. وانطلاقا من حرص الدولة على الاهتمام بهذه المواهب ودعمها، تم مضاعفة عدد الفائزين من 16 طفلا ليصبح 32 طفلا. وأعرب المشاركون عن فرحتهم موجهين الشكر للدولة على الاهتمام بهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم ودعم مواهبهم بنشر ورعاية أعمالهم الفائزة من خلال قطاعات وزارة الثقافة المختلفة. قدمت في مجال تطبيقات ومواقع إلكترونية، قدمت موقع بيتكلم عن أثار مصر بعنوان حضارة مصر، بيتكلم عن أهم المتاحف الموجودة في مصر وأهم الأثار الموجودة في مصر وأهم الملوك اللي عاشت مصر في أوقاتهم. المشروع اللي أنا كنت بعمله أعبر عن مصر، أعبر عن الكرة الأرضية والتلوث عنها، فعملت إزازة جواها كرة أرضية ونار حواليها. أنا قدمت عمل مسرحي اسمه مين فينا اللي، بيتكلم عن إزاي ممكن أسرة أو يعني إيه الأسباب اللي ممكن تخلق مريض نفسي، وبنكتشف في الاخر ان مفيش حد سليم، كله مريض نفسي. المشروع بتاعي هو نظام المرور الاخضر الذكي في مجال الابتكار العلمي، وهو مشروع بيوفر الكهرباء اللي بيستهلكها اعمده الاناره في الطرق عن طريق ان النور بينور بس لما العربيات تعدي. جائزه الدوله للمبدع الصغير انطلقت لاول مره في مصر عام 2020، وسيتم فتح باب التقديم للنسخه الرابعه اعتبارا من الاول من اكتوبر القادم ولمده 3 اشهر، ولاول مره ستكون بمشاركة المبدعين من الأطفال المصريين بالخارج. وهذا يؤكد أن الاهتمام بالأطفال والنشأ أحد أولويات الدولة لخلق جيل جديد مبدع وقادر على تحقيق آمال وطموحات وطن هم مستقبله المشرق. محمود جميل، التلفزيون المصري. قامت مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع أجهزة كهربائية وأدوات وأثاث منزلية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية من كافة مراكز محافظة المنيا، حيث قامت المؤسسة بإجراء بحث اجتماعي للأسر المستحقة ورصد جميع الاحتياجات لتلك الأسر وتوفيرها. من خلال التحالف الوطني بنعرف نوصل لكل الأسر المعدمة والفقيرة. زمان كان ممكن يحصل دبلرة مع بعض الأسر، وفي أسر تاني منسية خالص، في مناطق كمان منسية خالص. من خلال التحالف الوطني عرفنا نوصل لكل الأسر المعدمة، ما يبقاش في أسر منسية، عرفنا نوصل لكل المناطق وننتشر في كل الأماكن. وأنا أشكر الناس اللي ساعدتني ودوني سرير وغسالة وبيساعدوني في كل حاجة. جابوا لي راعي مصر، مشكورهم كتير عشان هم وقفوا جنبي، وكان لازم ندلاب ومطبخ لبيتي، وهم لما جم زاروني شافوا الظروف هم جابوهم لي. تقوم مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع برنامج فاليو بتدريب طلاب الجامعات على المهارات الأساسية للتواصل الفعال بجانب الزيارات الميدانية لقرى حياة كريمة. برنامج فاليو هو برنامج تدريبي مدته 5 أيام يتم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويسهم في تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية. بهدف الاستثمار في بناء الإنسان المصري وخاصة الشباب، تستمر مؤسسة حياة كريمة في تنظيم برنامج فاليو بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في دفعة 11 ليستمر على مدار 5 أيام، وذلك لتدريب طلاب الجامعات على بعض الموضوعات والمهارات الأساسية والحياتية، وعلى رأسها مهارات التواصل الفعال والذكاء الاصطناعي. نستقبل أكثر من أو حوالي 400 طالب من طلاب الجامعات والمحافظات المختلفة. استقبلنا 11 دفعة بأكثر من 25 مجموعة من مجموعات الطلابية على مدار 3 أشهر الماضية، ومستمرين في المرحلة الأولى لنهاية ديسمبر. الطالب بيكون يعني مسؤوليتنا كاملة من ساعة ما يعني من قبل حتى ما يجي من محافظته، بنكون منسقين معاه كل حاجة، يعني منسقين معاه إقامته، التدريب، أيام التدريب، بينزلوا على أرض الواقع ويبتدوا يحتكوا بالمواطنين ويحتكوا بالأرض والناس، فده بيعلمهم مهارات كتيرة عشان يقدروا بعد كده يتعاملوا مع
الأرض الواقعية. ما يقرب من 400 طالب يتلقوا تدريبات برنامج فاليو من أكثر من 12 جامعة وما يزيد على 14 محافظة مختلفة، حيث تستمر التدريبات على مدار 3 أيام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، تتضمن تدريبات وورش عمل ويومين للزيارات الميدانية لمواقع وقرى حياة كريمة وأماكن سياحية وعسكرية. التدريب هنا يعني هيبقى مفيد جداً وهيفيدني في حياتي وهيديني اكسبيرينس اكتر. فرصة عظيمة واحنا بنكتسب فيها خبرة علمية واكاديمية من ناس لهم خبرة في الدراسة وفيهم اصلا يعني الاكاديمية كلها شباب. علمتنا ازاي نعرف ننزل الشارع ونتعامل مع الاشخاص ونشوف المشاكل نقدر نحل فيها، كان دايما مشروع جميل ان احنا نتعلم. عجبني التواصل والمدربين والطرق والحاجات بتاعتهم عجبتني خالص، وكانت تجربة فرحت بيها واستفدت منها. موفر لنا كل حاجة وكل حاجة باسلوب متميز، والمتطوعين واللي رشحونا للتدريب ده كلهم وقفوا معانا، محدش سابنا خطوة بخطوة. كل ذلك وما زالت مؤسسة حياة كريمة تستمر في إطلاق الدورات التدريبية المختلفة لرفع الوعي لدى الشباب المتطوعين في كافة أنحاء الجمهورية، وفقاً لاستراتيجية الدولة لخلق حياة كريمة لجميع الأهالي الأولى بالرعاية. والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد، تقدمها لنا زميلة شروق أماد الدين. إليك شروق. شكرا لكم هبة وفاطمة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي والمجلس الوزراء وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، وشدد المركز على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقال التموين بكافة محافظات الجمهورية. وأشار المركز إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين حتى أبريل المقبل. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلته الدورية آفاق اقتصادية معاصرة، تناول العدد الجديد موضوع التكتلات الاقتصادية، وتضمن مجموعة من المقالات والتحليلات التي أشارت إلى الفرص القائمة لمصر ووجودها الإفريقي، كما أشارت التحليلات إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية تعد فرصة للوجود المصري بقوة في عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر للدول الإفريقية كافة. قال وزير التنمية المحلية هشام أمناء إن المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة تشينغتو الصينية يهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في إطلاق أعمال المنتدى الذي يشارك فيه عدد من كبار القيادات السياسية الصينية ووزراء التنمية المحلية من مختلف دول العالم. شاركت مصر في المؤتمر الاقتصادي الوطني لأول مرة لدولة جنوب السودان بالعاصمة جوبا كضيف شرف المؤتمر بحضور لفيف من الوزراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية العالمية. وأكدت مصر في كلمتها بالمؤتمر التي ألقاها وزير المالية حرص القاهرة على تقديم الدعم لجنوب السودان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتطلعها كذلك إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%. ووفق البيانات فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من كينيا 307
و9.9 مليون دولار خلال عام 2022. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 18910 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 49% ليغلق عند مستوى 3830 نقطة. وصعد مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 67% ليغلق عند مستوى 3603 نقاط. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط بدعم من توقعات بأن يبقي المنتجون الرئيسيون على القيود التي يفرضونها على الإمدادات، فضلا عن تزايد الأمال بأن يترك المجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تباطؤ لتغيير تجنب الاقتصاد. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 88.58 دولار للبرميل بنسبة تصل إلى 14%. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 8% لتصل إلى 85.48 دولار للبرميل. في المقابل، ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 11% لتصل إلى 3.1 دولار للتر. هذا منخفض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9% لتسجل 2.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بمحادثات وصفتها بالمثيرة والجوهرية مع كبار المسؤولين في بكين، وذلك في ختام زيارتها إلى الصين. تأتي زيارة جورجيفا إلى الصين ضمن جولة أسيوية تشمل جاكرتا، حيث ستحضر قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا قبل انتقالها إلى نيودلهي لحضور قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تجمع 19 دولة من أكبر اقتصادات العالم، إضافة للاتحاد الأوروبي. انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة التاسعة، وعودة من جديد إليكم فاطمة وهبة. أشكرك شرو. نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم العالمي الأول للبحث العلمي بقاعة مؤتمرات مجمع الإسماعيلية الطبية. أوضحت الهيئة أن الندوات العلمية شملت مناقشة تطوير الرعاية الصحية عن طريق الاستفادة من البحث العلمي، لافتة إلى أن البحث العلمي في مجال الطب يعتبر أحد الأسس الرئيسية لتطوير الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة للمرضى. أضافت الهيئة أنها تهتم بتوفير الدعم، حيث التقى أو الدعم التقني للباحثين لإجراء الأبحاث الطبية لتحقيق أهداف البحث العلمي في مجال الطب. الحقيقه الاطباء بتعرض الحالات الاكثر صعوبه واللي واجهتها، ايه المشاكل اللي حصلت فيها، موجود معها يكون الاستشاريين والاساتذه والخبراء في هذه التخصصات. الحقيقه يعني الفكره بتاعت هذا اليوم قائمه على ان ازاي نتلافى المشاكل الطبيه التي تحدث، وما هي يعني افضل السبل العلميه القائمه على البراهين والقائمه على الخلفيات العلميه القويه. احنا النهارده بنتكلم ان العلم هو اساس تقدم الصحه واساس تقدم كل من هو مهتم بصحه المنتفع في محافظه الاسماعيليه تحت مظله المنظومه. النهارده احنا بنناقش مع قامات كبيره جدا من العلماء اللي موجودين في التخصصات المختلفه، بيتم مناقشه الحالات
بمختلف أنواعها ومختلف تخصصاتها ودرجة صعوبتها، لنقف سويا على الاستغلال الأمثل للموارد، ونقف سويا على يعني إيه هي الطرق المثلى لعلاج المنتفع في منظومة التأمين الصحي الشامل. هطلت أمطار غزيرة على معظم أنحاء إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد أدى ذلك إلى قطع طرق وإغلاق مدن، واستدعى كذلك توجيه دعوات إلى السكان لملازمة منازلهم. وذكرت الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة المعروفة في إسبانيا والمسمى دانا تؤدي إلى هطول أمطار مستمرة وواسعة النطاق ومصحوبة بعواصف في كل أنحاء الإقليم باستثناء جزر الكناري. مشاهدينا الآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. شروق عمد في وقفة أخيرة، إليك شروق. شكرا لكما، ووقفة أخيرة مع أهم وآخر أخبار الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار بنهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، اسكندرية 34-24، مطروح 31-23، بورسعيد 33-25، الإسماعيلية 36-23، السويس 36-24، العريش 34-24، طابة 33-26، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-28، الأقصر 40-27، أسوان 41-28، الوادي الجديد 41-25، شلاتين 39-31، حلايب 35-30. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع اللقطات الأبرز لهذا اليوم. Thank you.
نهاية نشرة تاسعة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمواصلة التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، ويستعرض عددا من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية. عشية مشاركته في قمة أفريقيا للمناخ بنيروبي، مدبولي يلتقي الرئيس الكيني ويبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. غدا استئناف جلسات الحوار الوطني في أسبوعه السادس، وقضايا المحور الاقتصادي محور المناقشات. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع الزميل يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. ازيك يا فاطمة؟ ازيك يا هبة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ تمام. كله تمام. لطيفة قوي حكاية غية الحمام اللي كانوا جايبينها دي، ما فهمتش ايه الغرض، بس انا يعني كنت مستلطف الموضوع، لان انا من الناس اللي بشوف ان احنا عندنا كم ابراج حمام وعيال بتربي حمام فوق السطح بالهبل، فما فهمتش ايه السر، بس هنفهم من كمال بكره ان شاء الله. ان شاء الله مش هضيع وقتكم بكلام فاضي على ما يبدو، بس يعني هستأذنكم نبدا فقراتكم ان شاء الله. كل التوفيق. شكرا ليكم. شكرا ليك.